مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة مميزة واستثنائية احتفاء بيوم شرطة عمان السلطانية. في هذا اليوم تحية إجلال وتقدير لرجال شرطة عمان السلطانية ولكل منتسبين القطاع الشرطي. قطعت شرطة عمان السلطانية شوطا كبيرا في نشر مظلة الأمن والأمان في ربوع وطننا العزيز، منطلقة من مبادئ وطنية راسخة يغذيها الولاء والفهم العميق للواجبات الملقاة على عاتقهم، ويزينها تمسك رجال الشرطة بالأخلاق الرفيعة والقيم الإنسانية الفاضلة. إذن يحق لنا مستمعينا الكرام أن نفتخر ونفاخر برجال شرطة عمان السلطانية وتواجدهم الدائم في كل الميادين لحفظ الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تقديم خدمات راقية يشهد بكفاءتها الجميع. وبهذه المناسبة معنا في الاستوديو العقيد مهندس علي بن سليم الفلاحي، مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية. مساك الله بالخير، وكل عام وجميع رجال شرطة عمان السلطانية بألف خير. مساك الله بالنور، وكل عام وانتم بخير وانتم بصحة وأمن وأمان وسلام إن شاء الله. يا مرحبا وسهلا فيك. وعلى الجانب الآخر الرائد يحيى بن طالب البوشي، مساعد مدير مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية. يا مرحبا وسهلا فيك، وكل عام وأنتم بخير. وأنت طيب صحة سلام، وكل عام وأنتم بخير. يا مرحبا وسهلا فيك. إذن مستمعينا الكرام، نخصص هذه الحلقة وهذه الساعة أكيد للاحتفاء بالإنجازات الكبيرة لشرطة عمان السلطانية، بالإضافة طبعا إلى استقبالنا لمشاركاتكم على البث المري على البيرسكوب في تويتر وعلى قناتنا في اليوتيوب، والمجال كذلك مفتوح لاتصالاتكم ومباركاتكم على أرقام هواتفنا 2492-0-0-2492-0-0 أو حتى من خلال رسائلكم لنا عبر الواتساب على 94799975. إذن العقيد علي، الخامس من يناير أكيد يوم مشهود لشرطة عمان السلطانية، ويمكن نحن نتحدث في هذا اليوم والاحتفاء بهذا اليوم. نذكر المستمعين والمتابعين لماذا الخامس من يناير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعد الخامس من يناير في عام 1980 ذكرى خالدة سنوية شرفنا فيها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى بافتتاح أكاديمية الشرطة في نزوة في هذا العام، وبالتالي أصبح الخامس من يناير يوم سنوي لشرطة عمان السلطانية تحتفل فيه بإنجازاتها ونجاحاتها وتواصلها مع المجتمع. نعم أكيد هذا اليوم يوم يخلده التاريخ، وكذلك هو شاهد على الاهتمام المباشر من لدن جلالة السلطان يحفظه الله بقطاع الشرطة. اليوم ونحن نتكلم العقيد علي عن إنجازات الشرطة، ما هي أبرز المجالات اللي فعلا حققت فيها الشرطة إنجازات كبيرة؟ طبعا تتوالى الإنجازات عاما بعد عام في شرطة عمان السلطانية، وهي إنجازات مستمرة لا شك على قطاع الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لجميع المقيمين والمواطنين في هذا البلد العظيم. طبعا أصبحت خدمات الشرطة قريبة جدا من المستخدمين ومتلقين هذه الخدمات، وبالتالي هذا إنجاز يعد من الإنجازات الكبيرة جدا في شرطة عمان السلطانية. أيضا افتتاح القيادات والمراكز الشرطية ومراكز الخدمات التي تتوالى يوما بعد يوم في على هذه الأرض الطيبة تعد إنجازات مستمرة والحمد لله. نعم، ونحن أكيد بنتكلم عن كثير من التفاصيل وكذلك الخدمات اللي تقدمها شرطة عمان السلطانية. الرائد يحيى، أكيد في مثل هذا اليوم هو وقفة أولا للاحتفاء والاحتفال بإنجازات شرطة عمان السلطانية، وبنفس الوقت هو تجديد للمسؤولية والعزم على فعلا القيام بالأدوار المنوطة بكم كرجال شرطة. ما يعني ماذا يعني لكم هذا اليوم؟ الرحمن الرحيم. في البداية
أشكرك أخي عبد الله حقيقة. نتقدم برفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة المعظم ولكافة منتسبي جهاز الشرطة على هذا اليوم، والذي يعتبر بلا شك أنه يوم خالد في ذاكرة جهاز شرطة عمان السلطانية. الحقيقة الجميع يشهد بالتطور الذي يعني حققته الأيادي النيرة في جهاز شرطة عمان السلطانية، وأيضا هناك تطور ملحوظ في كافة المستويات وفي كافة التشكيلات وفي أيضا القوة البشرية وكذلك في التطور العمراني الذي تشهده شرطة عمان السلطانية. الحقيقة أن هذا اليوم يعتبر يوم يعني تاريخي بالنسبة لكل منتسب لجهاز شرطة عمان السلطانية، وحق لنا أن نفخر ونفاخر بهذا الجهاز وما وصل إليه من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة الماضية. نعم. ونحن نتكلم عن المجالات والقطاعات طبعا التي تشرف عليها شرطة عمان السلطانية، يمكن يأتي المرور في مقدمة كثير من هذه القطاعات يمكن بكونه كذلك قريب من الناس. الفترة الأخيرة هناك حقيقة إشادة كبيرة بالخدمات الإلكترونية اللي تقدمها شرطة عمان السلطانية، وكذلك من خلال توفر أكثر من مركز يقدم هذه الخدمة للناس بشكل مباشر. في المديرية العامة للمرور العقيد علي، ما هي أبرز الجوانب فعلا اللي تركزوا عليها واللي ماضين فيها قدما لتحقيق مزيد من الإنجاز فيها؟ طبعا بالنسبة للإدارة العامة للمرور هي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا قائدي مركبات أو ملاك لهذه المركبات أو مستخدمي الطريق الآخرين من المشاة والركاب وإلى آخره. طبعا الإدارة العامة للمرور تهدف إلى تقريب هذه الخدمة للمتلقي في أقرب مكان لسكنه. الإنجازات طبعا كثيرة في هذا المجال، ومثل ما أشرت أخي يعني النظام الإلكتروني الذي تم تدشينه أخيرا يعني أصبح قريب، يقرب الخدمة من المستخدم من أو مستقبل هذه الخدمة في يده عبر هاتفه. فتطبيق اللي هو الإلكتروني عبر الهواتف أتاح للمستخدم أنه ينجز معاملاته عن طريق الهاتف. نعم، يعني العقيد ما أعرف إذا كان هناك ثمة خدمات جديدة ستضاف إلى الخدمات الإلكترونية في قادم الوقت والفترة القادمة، بالإضافة طبعا إلى الخدمات اللي تم تدشينها سابقا. يمكن هذه فرصة سانحة اليوم إذا كان ثمة أخبار مبشرة للناس أن نتكلم عنها. نعم، نسعى الآن حددين جهاز طباعة الملكيات ليكون في متناول الجميع، سواء في مراكز المراكز التجارية أو مراكز تقديم الخدمات لإحدى شركات الاتصالات. نعم، إن شاء الله سوف يدشن قريب، الآن في فترة التجربة والمعطيات مبشرة بالخير الحمد لله بإذن الله تعالى. هل هذا يعني العقيد أنه بتوافر هذه الخدمة بيكون صاحب المركبة غير محتاج لزيارة المركز؟ ممكن أنه لأن الآن التجديد إلكتروني يبقى استلام الملكية. نعم، سوف ممكن يستغني كثير من المتلقين الخدمة عن الذهاب إلى الإدارة العامة للمرور أو منافذ الخدمات. وبالتالي هذه الخدمة راح تتوفر في المجمعات التجارية، راح تتوفر في منافذ الخدمة عبر شركات الاتصالات، وإن شاء الله يعني ما يرجع لنا إلا الفحص الفني مثلا اللي يحتاج إلى فحص اللي هو بعد 10 سنوات. المركبة تحتاج إلى فحص فني أو مستورد مركبة أو مركبة جديدة، هذا اللي ممكن يعني. نعم، إذا مستمعينا نحن نطلع لهذا التقرير وبعدها نواصل الحديث مع ضيوفنا بمناسبة يوم شرطة عمان السلطانية. الإنجازات التي حققتها شرطة عمان السلطانية مؤشر حقيقي للعمل الوطني في ترسيخ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. 5 يناير يوم شرطة عمان السلطانية، مع تحيات إدارة العلاقات العامة بشرطة عمان السلطانية.
إذن هذا شكر كذلك لكل من يشاركنا، وتحية إجلال وفخر واعتزاز برجال شرطة عمان السلطانية. شكرا لك أبو عبد الله على مشاركتك، وتحية أكيد واصلة لضيوفنا في الاستديو. هذا أحمد الربيعي يقول إنجازات الشرطة يشهد لها الجميع، وأبرز هذه الإنجازات خدماتهم الإلكترونية المقدمة اللي تتسم دائما بالكفاءة العالية والتجديد. راشد العلوي: نفخر ونفاخر برجال قابوس شرطة عمان السلطانية، دائما رافعين الرؤوس. إذن الرائد يحيى، لما نتكلم عن مكافحة الجريمة أكيد جهود كبيرة كذلك تبذلها شرطة عمان السلطانية، ويمكن يعني هي الأساس للأمن والأمان، ودائما يعني نقول إنه هم العين الساهرة لوطن نائم براحة بال وطمأنينة. أكيد لما نتكلم عن مكافحة الجريمة، ما هي أبرز إنجازات الشرطة في هذا المجال، وما هي أبرز كذلك التقنيات والكفاءات الجديدة اللي تحاولوا دائما أنها تكون حاضرة ومتواجدة وتواكب كذلك كل هذا التغير والتطور حتى في الجرائم؟ أخوي عبد الله، لا شك بأن الإدارة العامة للتحريات شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية واكبت التطور النوعي في الجرائم المنظمة، التي أيضا لا شك بأن الجميع يلاحظ ويشاهد يعني التطور الهائل الذي تشهده الجريمة في على مستوى العالم حقيقة وليس على مستوى السلطنة، وبالتالي كان لزاما على أيضا الإدارة العامة للتحريات أن تواكب هذا التطور النوعي في الجريمة وأنماط الجريمة والأساليب الجرمية أيضا التي يتبعها الجناح. الحقيقة الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة طبعا في إداراتها النوعية، إدارات تحريات التحقيقات الجنائية في القيادات الجغرافية، إدارة مكافحة الجريمة، إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، إدارة المعلومات والتحليل الجرمي، إدارة المختبر الجنائي، إدارة الأدلة الجنائية بمختلف أيضا أقسامها وشعبها بما فيها البصمات وبما فيها أيضا، ولهم كل التحية والتقدير على ما يقوم به في جهود في يعني في سبيل بسط مظلة الأمن والأمان في ربوع وطننا الحبيب. الحقيقة الكل يعمل، الكل يبذل جهود حثيثة في سبيل يعني إيصال رسالة للجميع بأن يعني كل من تسول نفسه ارتكاب جريمة معينة سواء كان من داخل السلطنة أو من خارجها وأتى إلى السلطنة بتنظيم عصابي معين سيتم لا محالة ضبطه وتقديمه للعدالة. نعم. التطور النوعي حقيقة مستمر، وأيضا يعني أنا بس أبغى أذكر فيما يتعلق بالمرسوم السلطاني اللي أيضا صدر فيه قانون شرطة عمان السلطانية رقم المادة 11 أو المرسوم السلطاني رقم 35/90 صادر في سنة 1990 واللي نظم أيضا قانون شرطة عمان السلطانية، والمادة 11 بالتحديد المادة 11 يعني ذكرت اختصاص أصيل لجهاز شرطة عمان السلطانية والمرتبط ارتباط مباشر بالحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات وأيضا المحافظة على النظام العام والآداب. نعم. وبالتالي يعني كل من يخل بالنظام العام أو الآداب أو يرتكب جريمة يعاقب عليه القانون، لا شك بأن المادة 11 صريحة من قانون الشرطة في هذا الموضوع، وسيتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك موضوع البحث والتحري وجمع الاستدلالات، وهو أيضا متعلق باختصاص أصيل كذلك لمأمور الضبط القضائي الذي يعني يقوم بواجبه على أكمل وجه. نعم، يعني الرائد يحيى، الآن مع التطور التقني يمكن كثرت الجرائم الإلكترونية وهي واحدة من التحديات اللي تواجه العالم بشكل عام، في شرطة عمان السلطانية كيف أوليتم هذا الجانب كذلك اهتمام لمواكبة كل هذه المتغيرات وكذلك الجانب النوعي للجرائم مع وجود الجرائم الإلكترونية أكيد في ازدياد؟ صحيح، الحقيقة خصوصا إدارة مكافحة الجريمة وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، طبعا لا شك بأن الإدارات الأخرى في القيادات الجغرافية يعني وضعت استراتيجية واضحة في هذا الموضوع تتماشى مع المتغيرات والأنماط الجرمية الحديثة، وهي يعني الجرائم مثل ما تفضلت أخي عبد الله، الجرائم الاحتيال الإلكتروني على سبيل المثال، وأطلقت حملات يعني نظمت من قبل الإدارة العامة للتحريات وتحديدا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وكذلك إدارة مكافحة الجريمة. الحملات هذه على سبيل المثال يعني أطلقت حملة مؤخرا ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني، جرائم الاحتيال الإلكتروني بدأت يعني تنتشر يعني انتشار سريع،
وكل ذلك انعكاس للتأثيرات العالمية وأيضا الجرائم المنظمة الآن والروابط الإلكترونية للمتصفحين نعم. للإنترنت. لا شك بأن كل هذا يعني استدعى ضرورة الوقوف عند يعني إيقاف يعني المجرمين عند حدهم في هذا الموضوع. وأطلقت حملة بالشراكة مع مؤسسة القطاع الخاص برعاية طبعا من الإدارة العامة للتحريات وخصوصا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. ومثل ما أنتم شايفين طبعا بعض البنوك الآن بدأت تضع شعارات في مكائن الصراف الآلي، ويوجد أيضا انخفاض في يعني نوعا ما في انخفاض وانخفاض معقول ولله الحمد في هذا النوع من الجرائم، خصوصا في بالإضافة إلى ذلك أن يعني واكبة ضبطيات مستمرة في هذا الجانب. طبعا احنا ايضا نشيد ونثمن بالتعاون القائم من قبل المواطن المقيم والبلاغات التي تردنا حقيقة عن طريق مركز عمليات الشرطة، ويتم التعامل والتصدي اولا باول. ايضا من الحملات التي اطلقت فيما يتعلق بموضوع التوعية ورفع الحس التوعوي للمجتمع وايجاد شراكة مجتمعية حقيقية مع المجتمع وشرطة عمان السلطانية، حملة اطلقت بعنوان الحماية الوقاية حماية وامان، تدعو ايضا الى ايجاد صد منيع ضد كل العصابات المنظمة التي تدخل السلطة، تستهدف محلات تجارية، تستهدف المنازل، تستهدف ربما يعني محلات صرافة على سبيل المثال، كل يعني ما يتعلق بهذا الموضوع يتم أيضا ينطوي تحت يعني هذه الحملة. أيضا المحاضرات التثقيفية التي تدعو إلى يعني عدم الانجرار إلى الجناح في قضايا الابتزاز الإلكتروني على سبيل المثال، وهذا موضوع آخر أيضا مختلف عن موضوع الاحتيال الإلكتروني والطفرة التكنولوجية الحالية في الجرائم المنظمة. نعم، إذا الجانب التوعوي يتزامن أكيد والجهود التي كذلك تبذل من شرطة عمان السلطانية، لأن أتوقع الآن المواطن نفسه المقيم نفسه هو واحد من خطوط الدفاع الأولى أكيد أمام أي جريمة وأمام أي احتيال، خاصة إذا ما تكلمنا على الجانب الإلكتروني. صحيح، هناك أيضا الملاحظ أخوي عبد الله بأن هناك انخفاض ملحوظ نتيجة هذه الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتحريات لا شك، وأيضا نتيجة يعني ارتفاع الحس الوعي والمجتمعي بالشراكة المجتمعية الحقيقية بين يعني شرطة عمان السلطانية وبين المجتمع. ولا شك بأن دوركم ودور الإذاعات الأخرى الخاصة والعامة والحكومية يعني تؤدي دور جبار، ولكم كل الشكر والتحية والتقدير على ذلك. كون هناك يعني ملاحظ بأن في انخفاض في معدل الجرائم السرقات وأيضا مقارنة بالأعوام الماضية، وأيضا ارتفاع في نسب الاكتشاف. عندنا أيضا ملاحظة على أساس نكون شفافين في هذا الموضوع، في ارتفاع في معدلات الجرائم السيبرانية، وهذا الارتفاع يعني مبرر بنتيجة طبعا هناك جهود أيضا تبذل لرفع نسبة الاكتشاف فيها، ولكن أيضا هذا مبرر نتيجة طبعا بعض الجنى وجودهم خارج السلطنة، وبالتالي أيضا الجهود مستمرة عن طريق إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية للإنتربول في هذا الموضوع. هناك أيضا يعني تنسيق مستمر ومتواصل مع إدارة الاتصال في شتى مختلف دول العالم طبعا، كون هناك أيضا اجتماعات سنوية تعقد بين الإدارة العامة للتحريات يمثلها إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية للإنتربول مع الدول الأعضاء في هذه المنظومة. ولا شك بأن هناك تبادل للأساليب الجرمية ومن ضمنها اللي هو الاحتيال الإلكتروني، ونتمنى أيضا بأن معدل الارتفاع الطفيف في هذا النوع من الجرائم السيبرانية طبعا أن ينخفض إلى مستويات معقولة، وأن ترتفع نسبة الوعي، وهذا لن يتأتى إلا بجهودنا وجهودكم وبجهود أيضا المواطن المقيم، ويعني عدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل والاتصالات كذا. نعم، ومثل ما نقول دائما العقيد علي كلنا شرطة، يعني هذا الشعار اللي دائما نحن نردده أن فعلا كلنا شرطة لأنه الهدف واحد. العقيد علي يمكن من الجوانب اللي في فترة من الفترات أقلقت يعني حتى جلالة السلطان وذكرها بشكل مباشر، وهي الحوادث المرورية اللي طلب أن نقف وقفة وتكون حديث مجالسنا، وفعلا التف الجميع حول هذا التوجيه، وطبعا شرطة عمان السلطانية كان لها دور كبير من كثير من الإجراءات اللي اتخذتها. بلغة الأرقام لما نتكلم عن الحوادث المرورية، كيف ترى شرطة عمان السلطانية إنجازها في هذا الجانب بلغة الأرقام؟ الحمد لله، بعد التوجيه السامي في صحيح المكارم عملت شرطة عمان السلطانية أيضا بالتكاتف مع جميع الجهات المعنية بهذا الجانب، سواء في جانب الطرق أو في جانب التوعية، والحمد لله تحقق إنجاز يمكن يكون
إنجاز مسبوق في هذا المجال. الآن نحن في 2019 والحمد لله وصلنا إلى تخفيض بنسبة الوفيات والحوادث الوفيات في أكثر من 50% عن عام 2012، والحوادث أيضا بنسبة قد تكون أكثر من 35%. نعم. الحمد لله هذه الإنجازات يعني ما جات كذا جزافا، وإنما جات نتيجة جهود كثيرة في هذا المجال. نعم، وأكيد بلغة الأرقام هذه مش نسبة هينة لما نحن نتكلم عن نسبة 50%. لكن العقيد خلنا نتكلم كذلك على الجانب الآخر، ويعني نضيف على الكلام الذي ذكره الرائد يحيى. الآن لما يكون المواطن نفسه والمقيم نفسه يستشعر المسؤولية ويستشعر فعلا أنه هو عنصر أساسي ودورة بارز في أي إنجاز ممكن تحققه الشرطة بلغة الأرقام، اليوم في شرطة عمان السلطانية كيف استطعتم فعلا أنكم أنتم تخلقوا هذه العلاقة ما بين جهودكم كشرطة وما بين كذلك متلقي الخدمة والمواطن المقيم على هذا الأرض الطيبة، في أنه هو يكون مساهم وشريك في أي إنجاز تحقق، وأبرزها طبعا إنجاز تخفيض عدد الحوادث وعدد الوفيات الناجمة من الحوادث. طبعا أخ عبد الله، من بداية الشرطة السلطانية وهي شريك للمواطن، فكان شعار الشرطة والمواطن دائما، الشرطة والمواطن. في تذكر البرامج القديمة. نعم. بالفعل. نعم. كان هذا شعارهم، تحل مشاكلك ويعني تكون معك دائما الشرطة، وأيضا كذلك المطلوب من المجتمع أن يكون نفس الشيء هو جزء من هذه الشرطة. فأيضا أطلقنا شعار كلنا شرطة، وبالفعل أصبح المجتمع يعني يعي هذا الشعار ويتمسك بهذا الشعار ويعمل بهذا الشعار. نعم. فنجد اليوم التعاون الكبير بين الشرطة وبين المجتمع للقضاء على كثير من الجرائم، القضاء على كثير من المنغصات في حياة المواطن. الحمد لله يعني وصلنا لنسب جدا ممتازة، سواء في الجريمة وانخفاضها، وسواء في المجال المروري وانخفاض الحوادث. الحمد لله هذا ما جاء إلا بتعاون المجتمع. نعم. وأفراد المجتمع. نعم. وإدراكهم الإدراك التام بأنه يجب أن يكون الفرد في هذه البلد سواء مواطن أو مقيم هو شريك في العمل الشرطي. نعم. وبالتالي جهود الشرطة ما راح تتأتى إلا بتعاون الجميع وتظاهر جهود الجميع، والحمد لله الشرطة أطلقت مبادرات كثيرة في هذا المجال. نعم. لإشراك المجتمع في هذا في 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 العمل الشرطي. نعم، ممكن من الجميل إشراككم للنشأ، يعني نشوف عدد من برامج الشرطة التوعوية التي تقدم يشاركوا فيها الأطفال، ويكون فعلا من صغرهم يستشعروا هذه. نعم. المسؤولية وهذه الأهمية، وهذا واحد من الأعمال آخرها الأوبريت. نعم، هذا واحد من الأعمال اللي شارك فيه كذلك مجموعة من الأطفال. ونقول دائما كفو يا الشرطة كفو. إذن تحية إجلال وتقدير لرجال شرطة عمان السلطانية في يومهم السنوي، ومثل ما تابعتوا في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن صار لنا يومين، والأوسم المتصدرة في تويتر كلها أكيد تحايا لشرطة عمان السلطانية من خلال هاشتاغ يوم شرطة عمان السلطانية، وكذلك الخامس من يناير. هذه مجموعة من التغريدات اللي وصلتنا في هذا الهاشتاغ. يحيى يقول: إلى شرطة عمان السلطانية شكرا على ما تقدمونه من أجل عمان الغالية ومن أجلنا جميعا، شكرا على تضحياتكم في مختلف الظروف وأصعبها. سلطان: تحية لكل فرد ولكل مخلص لهذا الوطن والمجتمع، يومك عطاء وثناء وتحية من القلب. هذه كذلك تغريدة من الشيبة خلفان: في يوم شرطة عمان السلطانية نبارك لمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وللأشاوس منتسبي جهاز الشرطة بمناسبة الخامس من يناير. خلال السنوات الماضية ظهر جليا التطور الكبير والكفاءات العالية والخدمات الحديثة للمواطنين، سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير لعمان. معاذ السلطي: كل عام وحماة الوطن بخير، كل عام ورجال العين الساهرة بخير، كل عام وأفراد شرطة عمان السلطانية بخير بمناسبة يوم الشرطة.
هذه مشاركة من عبد العزيز، تحية إجلال لحماة الحق حراس المبادئ في يومهم السنوي الذي يصادف 5 يناير في كل عام. إذن تحية لكل من يتابعنا ولكل الرسائل التي تصلنا، مهنئة بهذا اليوم أكيد. ونحن لما نتكلم عن القطاعات التي تشرف عليها الشرطة أكيد قطاعات كثيرة ومؤثرة. أجدد هنا بضيوفي في الاستوديو العقيد مهندس علي بن سليم الفلاحي، مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية، والرائد يحيى بن طالب البلوشي، والحديث طبعا عن عدد من الإنجازات التي حققتها شرطة عمان السلطانية. واحدة من هذه الإنجازات والمجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واحدة من المشاكل والمعضلات الجسام التي تواجهها طبعا كثير من الدول لخطورتها على المجتمع وعلى شباب المجتمع. الرائد يحيى، ما هي أبرز جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟ لا شك من المخدرات مثل ما تفضلت أخي عبد الله آفة من الآفات الخطرة التي تهلك وتضر وتؤدي إلى يعني نهايات مأساوية للمجتمع، وأي مجتمع من المجتمعات يعني تدخل هذه الآفة لا شك بأن ستكون نهاياته وخيمة. الحقيقة الإدارة العامة للمخدرات أو لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قائمة أيضا بجهود، زملائنا وإخواننا في الإدارة قائمين بجهود جبارة في هذا الموضوع، وهناك أيضا ضبطيات مستمرة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات من يعني أقصى عمان إلى أقصاها الحقيقة، بحكم طبعا هناك أيضا قياسا على الإدارات الجغرافية الموجودة في دار العام التحريات، هناك أيضا إدارات جغرافية مختصة بمكافحة المخدرات في ربوع السلطنة ومحافظاتها ومناطقها. الحقيقة بأن أيضا قانون الجزاء العماني عاقب على المخدرات التعاطي أو الحيازة أو الاتجار، وأيضا أفرد له مادة في قانون الجزاء، وتتنوع العقوبة بين جنحة إلى جناية، طبعا جناية في حالة الاتجار. الحقيقة الإدارة العامة للمخدرات يعني وفرت خط ساخن لأي متصل سواء يعني لمعلومة أو يعني شخص أراد يعني علاج أو أراد بأن يتم التنسيق له العلاج أو غيره. فالأخوان في الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية طبعا اختصاصهم، وأعتقد بأنهم يعني أكثر يعني إلمام في هذا الموضوع فيما يتعلق بحالات العلاج والتنسيق عبر المصحات النفسية فيما يتعلق بهذا الموضوع. كل ما يتعلق بالمخدرات لا شك وأنه يعتبر جريمة يرتبط ارتباط كلي بعد ذلك بارتكاب لجرائم معينة كسرقات وغيره، وبالتالي هناك علاقة طردية طبعا بين التعاطي وبين الوضع الجرمي بشكل عام. نعم. الحقيقة يعني أشكرك أنك طرحت هذا السؤال، لأن أيضا لمن يسمعنا الآن فيما يتعلق بالوضع في وضع صحته أو أن أسرته أو والده أو أخوانه لاحظوا بأن هناك يعني مؤشرات تدل على أن يتعاطى هذا يعني السم نقدر نقول عنه، مباشرة يبادر إلى إبلاغ المختصين في الخط الساخن في الإدارة العامة للمخدرات أو غرفة عمليات الشرطة، وأيضا سيسارع الأخوان إلى إيجاد الحلول السريعة له. الحقيقة يعني بعض الأوضاع تخرج عن المألوف، ويتم أيضا مباشرة يعني التعامل معها من قبل الفرق المتخصصة في الإدارة العامة الحقيقة في المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتم التعامل معها بحزم لا شك، والجهود التوعوية مستمرة أيضا أسوة بالتوعية من مخاطر الجرائم بشكل عام والابتزاز والاحتيال وغيرها من الظواهر الاحتيالية. لا شك بأن آفة المخدرات جهود التوعية مستمرة سواء من خلال المحاضرات التثقيفية، من خلال الخطب الدينية في صلوات الجمعة، وأيضا شكر وتقدير للإخوان في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على ما يبذلونه من جهد حقيقة في هذا الموضوع، وأيضا لطلاب المدارس ولطلاب الجامعات ولغيرها من الشرائح المجتمع التي يمكن أن تستهدف كفئات من هذه الآفة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شرها ويحمي المجتمع وأيضا الفئات الناشئة خاصة في المجتمع، بحيث يكون هناك مجتمع ناشئ وشاب وقوي فيما بعد يعني ينهض بمسؤوليات على أكمل وجه. نعم. إذن هي تكامل أكيد الأدوار والجهود بين مختلف المؤسسات للوصول إلى النتائج المرجوة في مكافحة فعلا المخدرات، هذه الآفة اللي نتمنى فعلا أن نقف وقفة رجل واحد في مكافحتها. العقيد مهندس علي الفلاحي، لما نتكلم عن النتائج التي حققناها في مسألة انخفاض
نسبة الحوادث وكذلك انخفاض نسبة الوفيات الناتجة من الحوادث. أكيد الكل مستفيد من هذه النتيجة، والكل لن يبخل بأنه يساهم بدوره في مسألة انخفاض الحوادث أكثر وأكثر، رغم أنه أحيانا يعني تكون هناك حالة تذمر مثلا من أجهزة ضبط السرعة، تكون حالة تذمر من بعض الإجراءات، لكن اللي يسمع مثل هذه النتائج، اللي يسمع مثل هذه الأرقام، أكيد أنه هو بيعرف فائدة فعلا التزام الشخص وكذلك الإجراءات التي تتخذ. اليوم في شرطة عمان السلطانية ما هي أبرز الإجراءات والأنظمة اللي اتخذتوها في أنكم توصلوا إلى هذا الإنجاز؟ أنا حقيقة أسميه إنجاز لما نحقق هذا الرقم في الانخفاض من نسبة الحوادث. يعني أخي عبد الله، لو تلاحظ في 2012 كان عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور تقريبا 1139 حالة وفاة، هذا في 2012. نعم. على نهاية 2018 كان هذا العدد انخفض إلى 637، والحمد لله في 2019 الإحصائيات لازالت في التمحيص والتدقيق، ولكن أيضا هناك انخفاض عن هذا العدد أيضا. نعم. طبعا يقول القرآن الكريم: فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحياة هي أغلى شيء يملكه الإنسان، الروح هي أغلى شيء يملكه الإنسان في هذه الحياة، وبالتالي الكل بيتفاعل، الكل بيبذل جهد، والكل مطلوب منه جهد، كل المؤسسات. يعني منظومة الحادث المروري هي منظومة متعددة الأطراف. نعم. فيها المركبة، فيها قائد المركبة، فيها الطريق، وفيها البيئة المحيطة بالطريق، فهي متلازمة. يعني لابد أن تكون هذه المتلازمة تعمل مع بعض لتخفيض الحوادث المرورية. نعم. فلو جئنا للطرق مثلا، الجهات المعنية بالطرق تعمل جاهدة لتحسين الطرق وبيئة الطرق، البيئة المحيطة، سلامة الطريق وجوانب الطريق، في مجال قائد المركبة تبذل الإدارة العامة للمرور جهود كبيرة في بدءا من تدريب السائقين، وأيضا الفحص للحصول على رخصة السياقة، المراحل اللي يمر فيها المختبر. نعم. الآن هناك أيضا برامج إلكترونية جالسين نشتغل عليها، إن شاء الله راح يكون يعني فحص الرخص السياقة إلكترونيا. أيضا هناك مناهج جالسين نعدها ونعمل على إعدادها، وإن شاء الله كل هذه الجهود يعني تصب في هدف واحد، وهو التقليل من الحوادث المرورية وتبعاتها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. نعم. أيضا منظومة المركبة وفحص المركبات والاهتمام بسلامة المركبات، انتشرت والحمد لله يعني مراكز الفحص الفني على أعلى مستويات، وآخر ما توصل إليه العالم في هذا المجال من تقنيات. بالتالي هذه المراكز التي تم افتتاحها حتى الآن 32 مركز. نعم. حول ربوع السلطنة، وجار الانتهاء من تقريبا أكثر من 24 مركز آخر، بحيث أن تكون هذه المراكز قريبة من مستخدم الطريق ومستخدم المركبة، وبالتالي هو يحرص قبلنا إحنا على سلامة مركبته، يكون هو المستخدم الأول لهذه المركبة. كل هذه المنظومة تعمل مع بعض لهدف واحد، وهو التقليل من الوفيات والإصابات والحوادث. نعم. وأنا أذكر يعني في حلقة من الحلقات كان على هذا الكرسي يعني العميد محمد الرواس، وأكيد نوجه له تحية، وذكر أن شرطة عمان السلطانية لن تألو جهدا إطلاقا في اتخاذ أي إجراء من شأنه تخفيض نسبة الحوادث ونسبة الوفيات من الحوادث، لأنه هذا هدف سامي، وأكيد هدف الجميع الآن. طبعا أكيد. يمكن تختلف السبل، تختلف الأفكار، الآراء، لكن الهدف واحد، وأتوقع محتاجين فعلا أن نحن كذلك نتفهم كل هذه الجهود الكبيرة اللي تبذل في تخفيض نسبة الحوادث. نحن نعول على مستخدم الطريق وعلى ثقافته وعلى اهتمامه وعلى تفهمه، اللي قبل من نطبق العقوبة وقبل من نطبق الضبطية المرورية. وبالتالي نحن شركاء مع هذا مع مستخدم الطريق في هذا المجال. نعم. الضبطية تأتي فيما بعد، والمخالفين قليلين جدا، لو تنظر إلى نسبة المخالفين من 1,600,000 سائق. نعم. في السلطنة مرخص، يمكن نجد لا تزيد النسبة عن 30% هم من يخالفوا
قواعد وأساليب المرور. نعم. وفي النهاية بالتالي عندنا أكثر من 70% والحمد لله يعني هم من السائقين الملتزمين المتقيدين. نعم. قواعد وأداب المرور. وهذا في النهاية دورك اتجاه نفسك كذلك. أكيد. أنت ما تأمل للشرطة. أكيد. نعم. وأنت تأمل في الحقيقة لنفسك، بالعكس هي الشرطة من تكون كذلك حريصة أحيانا لتذكيرك وتنبيهك أنه هذا الجانب يجب الالتزام فيه حتى كذلك يعني لا تؤذي لا نفسك ولا غيرك، يعني مش وحدك. حماية النفس وحماية المال مطلب شرعي. بالتالي هذا مهم جدا يعني. الرائد يحيى، يعني لما نتكلم عن الجرائم بشكل عام أكيد أنه أحيانا محتاجين إجراءات احترازية من الفرد نفسه، ونحن مهما كنا في بلد آمن وفي يعني مجتمع متماسك ومريح، وهذه قاعدة والله اطلع من بيتك وهو مفتوح من كثر الأمان، أكيد محتاجين كذلك إلى ثقافة في مسألة إجراءات احترازية، بعض الجوانب اللي ما يكون فيها الإهمال سبب في الجريمة. اليوم في شرطة عمان السلطانية كيف استطعتوا فعلا أنكم تشتغلوا على هذا الجانب وأنكم يعني تتبعوا قاعدة أن الوقاية خير من العلاج؟ والله أخوي عبد الله نشكرك على هذه النقطة اللي أثرتها، حقيقة نقطة مهمة جدا تتعلق ب يعني الاحتياط والحرص وعدم ترك الملك الشخصي سواء كان منزل مركبة محل. نعم. تجاري. أن يكون بهذا الطريقة. الحقيقة الآن يعني حساب الرسمي لشرطة عمان السلطانية عبر تويتر وأيضا الحسابات الأخرى الإخبارية اللي تأخذ عن حساب شرطة عمان السلطانية لا شك بأن يعني تعتبر رصيد إيجابي جيد لنا نحن كشرطة، وخصوصا كإدارة عامة للتحريات، وخصوصا كإدارة مكافحة الجريمة فيما يتعلق ب يعني رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن والمقيم وأيضا المستثمر القادم إلى هذه البلد بحيث يكون في وضع آمن. ولله الحمد أيضا في هذا الجانب هناك مؤشرات يعني مريحة جدا فيما يتعلق بالشروع في السرقات أو السرقات، المؤشر الآن في انخفاض ولله الحمد يعني، ولكن مثل ما تفضلت أخي عبد الله يحتاج الموضوع أكثر يعني توعية وأكثر وجهود مستمرة في هذا الجانب، وفي تجاوب حقيقة فيما يتعلق ب يعني على سبيل المثال الآن في شريحة كبيرة من الناس الآن بدأوا يدركوا أهمية وجود فكر المنزل الذكي لهم. نعم. ووجود يعني كاميرات ودوائر تلفزيونية مغلقة وأجهزة إنذار، والموضوع سهل جدا ويربط مع الهواتف الخلوية وينتهي الموضوع. وبالتالي هنا أيضا كل من يعني أوجد في منزله هذا النظام المغلق من الدوائر التلفزيونية ارتاح وتحرك من مكان إلى مكان، ولو كانت مثلا تبعد إن شاء الله حتى أبعد نقطة في عمان مثلا، إذا كان اتجه إلى أبعد مكان يعني ممكن هو مسافر أيضا ممكن يطلع على ما يدور في منزله وأيضا يخلي قريبه وأهله يطلعوا على البيت إيش الموجود فيه ومباشرة يتواصلوا مع مركز عمليات الشرطة وربما يضبط الشخص الجاني متلبس. الآن بعض الدول أيضا بدأت تنتهج نهج اللي هي أيضا في شركات الآن أمنية متخصصة تحمي المنزل من يعني أو تراقب عملية ما يدور في المنزل وتشعر بتنبيه أو نوتيفيكيشنز على هاتف الذكي وبالتالي يتم ضبط الجنة. الحقيقة في اتجاه مماثل لهذا الموضوع شرطة عمان السلطانية أيضا أطلقت حملات وأطلقت مناشدات وأطلقت عدة نشرات توعوية في أكثر من مقام ومقال فيما يتعلق بهذا الموضوع، ومن ضمنها أيضا قس على ذلك موضوع الرسائل التي ترد عن موضوع تحديث البطاقات وغيره غيره. نعم. هذا نعم. يعني بغض النظر عن الضبطيات التي تم في هذا الموضوع، ولكن لا زلنا نتلقى اتصالات حقيقة إلى يعني اليوم ونتلقى اتصالات بأن هناك ناس تعرضوا للاحتيال من هذا الموضوع. نعم. يعني يمكن الرائد لو بقطع لك حديثك اللي خلاني أسأل هذا السؤال اليوم، قابلت اليوم أحد من الزملاء وكان يذكر لي أنه ما قفلوا بيتهم 12 سنة، يعني 12 سنة طول هذا 12 سنة يخرجوا ويرجعوا للبيت ما عمرهم قفلوا البيت بمفتاح. قلت له طيب إذا سرق البيت ولا صار شيء وين بتروح أنت كيف بتتصرف؟ قال أروح للشرطة. قلت له طيب أنت الآن بدل ما تسهل المهمة
على السارق المفروض انك تصعبها اقل شيء في انك تتخذ بعض الاجراءات الاحترازيه. صحيح. بدل ما بعدين تكون يعني تراجع الشرطه بشكل مستمر انه منزلك تعرض للسرقه. فهذه يمكن تكون يعني ثقافه الرائد يحيى في ان نحن فعلا يكون عندنا هذا الحس الامني الشخصي البسيط. صحيح. يعني اقل شيء على اقل تقدير. اخي عبد الله الان الحمد لله رب العالمين شيء بشيء يذكر عندنا يعني شريحة مجتمعية عالية وراقية المستوى العقلي والفكري. والحقيقة يعني بدأوا الناس يستشعروا أهمية وجود هذا النظام الأمني في منازلهم ويقوموا بتركيبه. هذا غير عن أن أيضا في حالة مغادرتك لمنزلك لإجازة أعياد أو إجازات بسيطة أو ويكند ولا غيره يكون موجود عندهم حس إبلاغ جارك إذا ما كان موجود للدوائر التلفزيونية. والتقنية متوفرة الآن أصبحت وسيلة من الوسائل الواحد ممكن يستخدمها يعني. أيوه. على أقل تقدير يعني مثلا الآن أنظمة الكاميرات صارت متوفرة بشكل كبير وأصبحت كذلك الأجهزة اللي تركب يعني في المنازل يعني متوفرة وبأسعار كذلك يعني في متناول على عكس السابق يعني كانت ممكن تستخدم فقط في المؤسسات. صحيح. فالمنازل الحديثة الآن مجهزة ومهيئة. هذا إذا ما تكلمنا طبعا عن المنازل، لكن ذكرت أنت يعني الرائد يحيى في الجوانب الأخرى بعد الواحد يكون عنده الحس الأمني كبير بالنسبة اللي ترك بيته 12 سنة وما سكر. أوكي. هذا يمكن سبحان الحمد لله رب العالمين وما إن شاء الله يكون أمن وأمان أكيد، لكن أيضا مثل ما نعرف طبعا السلطنة ليست بمعزل عن العالم وما يحدث في العالم. صحيح. ولكن لله الحمد المؤشرات مقبولة ومعقول. فيما يتعلق أيضا بوجود يعني الآن أشخاص يدخلوا السلطنة ربما يكون في عصابات منظمة، وبالفعل دخلت عصابات منظمة استهدفت فترة من الفترات مركبات وقامت بسرقتها ولله الحمد أيضا تم ضبطهم، وقس على ذلك في بعض الحالات أيضا تدخل عصابات أخرى وربما تدخل غيرها، ولكن لله الحمد يقظت رجال المأموري ضبط القضاء سواء كانت دار العام التحريات أو إدارات تحريات قيادة جغرافية أو إدارات مسارح الجرائم الآن المتخصصة في والمتطورة جدا في جهة الشرطة. نعم. وفي دار العام التحريات ستحول لا شك، ولكن لا يمنع مثل ما تفضلت أخي عبد الله أيضا رفع الوعي المجتمعي والحس الذاتي النفسي لدى هؤلاء الناس بأن يعني ضرورة وجود يعني مواكبة الأنماط الجرمية الحديثة، وجود. نعم. شيء يحول. نعم. نسبق بخطوة يعني أو خطوات وليس بخطوة للحيلولة دون وجود يعني مشتبه بهم أو. نعم. مشبوهين في منازل. وكمثال آخر واللي تأكدوا دائما عليه أنتم في رسائلكم التوعوية مسألة كذلك ترك المركبات وهي تشتغل بغرض أنه والله الدخول إلى محل تجاري أو مشوار بسيط دقائق وأرجع، وبعدين يكتشف أنه والله سيارته انسرقت يعني بسبب أكيد إهمال يعني هذا مسألة تركه، ونشوف يعني هذا المشهد يتكرر يعني بشكل كبير. أكيد. فنتمنى أن هذا الحس دائما يكون موجود، ويمكن يعني العقيد علي هذا الجانب ممكن نسقطه كذلك على الإجراءات الاحترازية بالنسبة لقائدي المركبات. نحن تكلمنا عن كثير من الإجراءات اللي اتخذتها شرطة عمان السلطانية في التقليل من الحوادث، هناك إجراءات على الفرد كذلك يجب أن يتخذها وتأكدوا عليها دائما، مسألة التأكد من سلامة المركبة، اتخاذ الإجراءات اللي من شأنها يعني أنها تجنبك بعض الحوادث، فحتى هذا الحس يجب أن يكون موجود عند قائد المركبة لحمايته. بالتأكيد أخي عبد الله لابد من قائد المركبة أن يكون لديه حس أمني فيما بما حوله ما يدور حوله. نعم. يعني ترك المركبة سواء مع الأطفال أو بدون الأطفال ويتجه إلى شراء بعض الأغراض من متجر معين، لاحظنا أن تمت عمليات سرقة لهذه المركبات حتى وداخلها الأطفال يعني، وبعضهم يتركوا أطفالهم ويغلق المركبة على أمل أنه بيرجع في لحظة. نعم. بالتالي يصاب الأطفال أيضا باختناق داخل المركبات، وهذا أيضا من الأشياء اللي يمكن التأكيد عليها، عدم ترك الأطفال داخل المركبة لوحدهم. نعم، هذا أكيد مسؤولية الجميع. العقيد مهندس علي بن سليم الفلاحي مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية، أنا سعيد جدا اليوم بوجودكم هنا معنا في الاستديو في يوم شرطة عمان السلطانية. كلمة أخيرة تحب توجهها لكل من يستمع لنا ويتابعنا الآن؟ شكرا أخي عبد الله على هذه الاستضافة، والحقيقة نحن نوجه الشكر الجزيل لكل المواطنين والمقيمين على تعاونهم مع شرطة عمان السلطانية، وما هذا اليوم إلا هو احتفال بهذه المنجزات، ووجه شكري وتقديري لرجال الشرطة في كل موقع من مواقع العمل، ونقولهم كفو الحمد لله أنجزتم ما عاهدتم الله عليه وعاهدتم القيادة الموقرة
في هذا المجال. شكرا جزيلا لك العقيد. الرائد يحيى بن طالب البلوشي، مساعد مدير مكافحة الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية، شكرا جزيلا لك، وكلمة أخيرة تحب توجه لكل من يتابعنا. أولا في النهاية أنا أشكركم أخوي عبدالله على هذه الاستضافة وجزاكم الله خير، وأكرر أيضا شكري وتقديري لكل، وشكر أيضا الإدارة العامة والتحريات والتحقيقات الجنائية، كل من ساهم أو بادر لتقديم يد العون أو المساعدة للإدارة العامة للتحريات أو لشرطة عمان السلطانية. وأيضا أكرر تهنئتي وتقديري واحترامي وشكري لكل يعني شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على أيضا تعاونهم وعلى تقديمهم يد العون والمساعدة. ولا شك بأن أيضا الشراكة المجتمعية بين شرطة عمان السلطانية وبين الجمهور ستستمر بأيضا جهودكم وبجهود كل القائمين على إدارة العلاقات العامة وأيضا على المؤسسات الخاصة والعامة في هذا الوطن العزيز. وشكرا لكم مرة أخرى بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. إذن حماة الحق، حراس المبادئ، نحن فخورين أكيد بكم، ونقول مثل ما قالها ترك السهي، كفو كفو يا الشرطة كفو.